تاني نقطة اللي هي عاملة زي السحابة اللي بتبقى في النص فاصلة ما بيني وما بين الله. طبعا أنا مش بجيب التشبيهات دي من نفسي، أنا برجع للكتاب المقدس طبعا. علشان أجيب تشبيهات وهو بيكلم على الخطية عاملة إيه، وعلشان إحنا بنتكلم ليه على الخطية دلوقتي عشان نقدر نشوفها فنقدر نشوف هي عاملة إيه فينا، فنعرف إيه أهمية الكفارة، إيه أهمية الغفران الإلهي. مش انا مثلا مش مهمه بالنسبه لي الموضوع دوت، انا مش قادر اشوفه، كل ما انا ما اقدرش اشوف خطيتي كل ما انا مش ههتم ابدا بموضوع الغفران الالهي. تاني حاجه اللي هي سحابه سودة، عامله زي السحابه اللي بتحتاج ان هي مش بس تتشال او تتزح على جنب، لكن مسح تتمحى. وهو قال كده هوت في سفر أشعياء: بل أثمكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم. وفي أشعياء 44 بيقول: قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك. فبالتالي إحنا بنتكلم على السحابة ده هي اللي كانت واقفة ما بيني وما بين ربنا، وكانت السحابة دي يعني عاملة زي أنا مش عارفة إذا كنت يعني المشاهدين مثلا هل تعرضوا إن هم راحوا على أماكن فيها سحاب يعني يبقى فوق كده هوت. أنا كنت عايشة في بلد وكانت البلد دي على قمة جبل، إحنا لما كنا بنطلع ساعات في الشارع كنا بنحس إن السحاب لأنه ماشي معانا ما بنبقاش شايفين الناس اللي جنبنا، مع أنهم ما بيننا وما بينهم حوالي متر أو متر ونص، بس أنا مش شايفاهم خالص. ليه؟ لأن السحابة جت في النص. فبالتالي إحنا هنا وقت ما بنتكلم في كلمة ربنا عن أن السحابة دي كانت فاصلة ما بيني وما بينه، ده معناها أن أنا مش قادرة أشوفه، أنا مش قادرة أشوف الله، أنا مش قادرة أشوف قوة الله، مش قادرة أشوف إمكانيات الله، مش قادرة أشوف قداسة الله. فأنا بتعامل مع الله وأنا مش شايفاه، مش قادرة أتعامل معاه، مفيش أي كوميونيكيشن، يعني إحنا أي اتصال بيجرى عن طريق إن اتنين شايفين بعض مثلا. فأنا لما بيجي السحابة دي تعدي في النص أنا بتفصلني عن ربنا، لكن ربنا المسيح في محبته هو بيمحو الخطايا ده، بيمحو السحابة. قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك، فما بقتش فاصلة ما بيني وما بينه، بيغفرها بيشيلها تماما، فبترجع العلاقة مرة تانية معي.